الأستاذ الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ إيهاب، أهلا بيك يا دكتور إيهاب. أهلا بسعادتك يا فندم. دكتور عصام، شرف لينا أن حضرتك تبقى معانا ونستنير بخبراتك الطويلة. خليني أسأل حضرتك عن موضوع، يعني رأيك في موضوع انقطاع الكهرباء وما وصلنا إليه، واللي تجلى النهاردة في التصريحات المتضاربة اللي موجودة، أول سبعة لأ النص سبعة لأ نوعدكم على آخر الصيف، لأ هنخلص من أول يوليو وما فيش انقطاع. رأي حضرتك في البانوراما دي إيه يعني؟ طبعا أنا زادني شرف بوجودي مع أعمل مداخلة مع حضرتك في قناة ميسات. العفو. خلينا أقول لحضرتك أنه موضوع الانقطاع الكهرباء ده ما هوش جديد، يعني الموضوع ده كان منذ فترة وكان معروف سببه هو نقص الطاقة والبترول بمشتقاته سواء كان مازوت أو سولار أو غاز حتى، فبالتالي المحطات اللي موجودة ما كانتش بالكافية، الوجود المحطات الموجودة كافية ولكن الوقود والطاقة ما كانوش في ذاك الوقت كافيين، ثم انتهت المشكلة لفترة ثم ظهرت مرة أخرى. خليني أقول لحضرتك النهاردة لو هنتكلم على البيان أو الحديث أو أنا عايز أستأذن سعادتك بس لو تعلي صوتك سنة لأنه بالعافية بلتقط كلام حضرتك اللي فات. لا حاضر يا فندم، حاضر. البيان النهاردة اللي ألقاه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خليني أقول لحضرتك عليه فيه ثلاث حاجات أساسية. الأولاني خلينا أقول أنه تحت عنوان شيء جيد، وبعدين ملاحظات وما نأمله فيما بعد لعدم تكرار هذا الموضوع. تمام. الجزء الأول اللي هو الشيء الجيد هو أنه بدأ بالاعتذار. فن الاعتذار وسياسة الاعتذار هي بداية جديدة احنا بنرحب بيها وفيها كثير من الاحترام للشعب المصري. يعني حضرتك عايز تقول لي ان بعد كده هيتكرر هذا الموقف من الحكومة الجديدة مش عشان ده فترة انتقالية يعني؟ لا انا كمان اتمنى ان ما يكونش في ازبر الاعتذار بعد كده يعني. لكن انا شايف ان في ملامح نهج للحكومة الجديدة في السياسات باعتبار ان الدكتور مصطفى مدبولي هو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي هو شيء جيد. لكن انا ليا ملاحظات على هذا الموضوع. هذا البيان او هذا التصريح صدر متاخرا لانه التوقيت مهم جدا في اي قرار وفي اي تصريح، لان احنا اكثر من 24 ساعه وترك الشعب المصري للسوشيال ميديا يبث بقى بكل اتساب للهري من غير مصادر رسميه تتكلم، يعني ده حقيقي، وبدأ في الكثير جدا من الهاشتاجات اللي بتطلع احنا رصدناها في الحزب على مدار ال 24 ساعة اللي فاتت. الحقيقة انتشرت كالنار في الهشيم لأنه مفيش وضوح ومشاركة. ثم ظهر النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي وذكر اتكلم بالتفصيل، هو شيء جيد لكن احنا نأمل في المراحل الجاية انه يكون في دايما مشاركة مع المواطن المصري في القرارات وفي الأزمات، وده اللي بيأكد عليه سيادة الرئيس باستمرار ويقول لهم وضحوا لهم واطلعوا واتكلموا بالضبط، لأنه الحكومة لن تستطيع أن تفعل شيء بدون أنه ما يكون معها الشعب في ظهرها ومتفاهم ويتعاون معها. ولهذا أنا لما أبتدي بالشرح وأبتدي أن أنا أشرح لهم الموقف وبمنتهى الشفافية، أنا متأكد أن الشعب المصري هيتقبل ده وهيتعاون معاه وهيبذل لما يطلب منه ترشيد لاستهلاك حتى داخل المنزل، هبقى متجاوب معاه لأنه هو فهم أبعاد الموضوع. يعني كان من الأول كان لازم أول ما يحصل الموقف أنه كما ذكر على اقتضاب كده وعجالة الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك أحد الحقول في الدول المجاورة توقف فيه العمل ل 12 ساعة امبارح في انقطاع. الحقيقة ده أول ما يحصل كان لازم يبقى طبعاً فيه تواصل مباشر ما بين الحكومة وما بين الشعب، بدل ما نسيب الناس زي ما حضرتك تفضلت تقعد تقول مصر تغرق في ظلام دامس، القيادة مش عارف تعمل ايه. صح، لا هذا حق يعني. انا هخلي بقى المأمول فيما بعد، لكن خلينا اقول هناك ايضا شيء تاني مهم جدا وفي موضوع التوقيت. انا يهمني الحقيقة موضوع ان انا بخفف الاحمال ده مش جديد، يعني احنا من اكثر من سنة حاسس هذا الموضوع، ولكن الشعب كان متعاون ليه؟ لانه حاسس ان الحكومه بتحترمه وبتقول له في المنطقه الفلانيه في خريطه
هقطع الكهرباء ساعتين او ساعه في المنطقه دي من الساعه كذا للساعه كذا. الشعب الحقيقه لم يكن متذمرا بل كان متعاونا في هذا. ونحن الان في موسم امتحانات وطلبه بتمتحن، لكن انا افاجئ المواطن من بقطع عليه الكهرباء فجاه وبعدين في ساعتين وفي ثلاثه، ومش عايز اقول لك ان احنا في الحزب رصدنا كثيرا او ده في اماكن خمس ساعات يا فندم واكثر بالظبط كده، هذا كان كثير جدا. انا بشكر سعادتك يا دكتور عصام، بشكر سعادتك يا فندم على وجودك معايا، وبتطلع ان احنا نعمل فقره كامله مع حضرتك نناقش فيها اوضاعنا بخبره حضرتك الطويله ورؤيتك في هذا الموضوع. دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معايا. مش بس موضوع الكهرباء، الحقيقه دكتور عصام عنده خبرات كتير ممكن يعني نستفيد بها.